السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم غادي ندير معكم واحد الغريبة كيقولوا لها غريبة مسوسة، نتمنى ان شاء الله تعجبكم وندوزو تو سويت المقادير. بالنسبة لهذه الغريبة هذه غادي نحتاج لها 100 غرام ديال الزبدة في حرارة المطبخ، عندي هنايا 2 معالق كبار ديال الزيت، عندي هنايا 2 معالق ديال الكركاع اللي قطعت طريفات صغار، عندي 2 معالق ديال الزبيب رقدتو في ماء زهر، وعندي 2 معالق ديال اللوز، عندي هنايا 2 معالق ديال الزنجلان، عندي هنايا واحد الخنيشه ديال البيكنج باودر، وعندي هنايا خنيشه ديال الفانيليا، واحد القبيصه ديال الملح، وعندي نص كاس ديال السكر الثقيل، وعندي طحين غادي نعبر لكم بالكاس عنبه، عندي كيدير 125 غرام، انا كندير عين المزاني، غادي نعبر بالكاس باش نقول لكم القوام اللي تخطوه في هاد الغريبه ان شاء الله. اول شيء البنات غادي نخدم الزبده مع السكر الثقيل، غادي نخدمهم مزيان باش يندمجوا ونعاودو. غادي نزيد دابا دوك 2 معالق ديال الزيت، وندير الفانيليا، واحد القبيصه ديال الملح، دابا غادي ندير المكسرات ديالي الكركاع، اللوز، الزبيب هنايا رقدتو في ماء زهر، غادي ندير الزنجلان، غادي نحاول نخلط هاد المكونات هادو، البيكنج باودر، الطحين عندي مغربل، انا نغربل هاد البيكنج باودر، والطحين غادي نزيد كيما قلت لكم بالكاس، انا كندير عين الميزانية انا معكم، عندي هنايا كاس كيدير 125 غرام، غادي نشوف شحال غادي ياخذ لي العجينه ديالتنا. تجمعات البنات خدات لي 2 كيسان ديال العنبه ونص، دونك غادي نخليها ترتاح لي شويه في الثلاجه واحد 10 دقائق ونعاودو نرجعو. دونك دابا غادي نشكلو الغريبه ديالنا، عندي هنايا السكر الثقيل البنات اللي غربلت، نمدوها السكر، غادي نكمل هاد العمليه البنات ونعاودو نرجعو. الفران ديالنا شعلتو على 180 درجه، غادي نديرو غنديرهم يطيبو ان شاء الله 15 دقيقه حتى 20 دقيقه على حساب الفران، دونك نقول لكم توتال. البنات الغريبه ديالنا مسوسه كتجي هكذايا، كتجي هشيشه ما شاء الله بهذوك المكسرات والزبيب والزنجلان، يعني كتجي غزاله، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الوصفه. كتجي هكذا، هادو طبعتهم شويه وهادو خليتهم طبيعيين، دونك نقول لكم الوصفه قادمه ان شاء الله على قناتي، والى اللقاء.